قانون رقم 673 المادة 193 للنيابة العامة بحال توقيف شخص بجرم تعاطي المخدرات أنه تحيله بموافقته إلى لجنة الإدمان ليخضع للعلاج وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمواد 164 حتى 192 ضمن هذا القانون. بس الواقع هو أنه في كثير ناس عم تتوقف بتهمة تعاطي المخدرات ما عم تلقي حالتها للعلاج أو الوصول قدام لجنة الإدمان، ببساطة لأنه ما بيعرفوا وجود هذا القانون، حتى في قضاة ما بتعرف. جمعية العناية الصحية مركز إسكال معتمدة من قبل لجنة مكافحة الإدمان اللبنانية. ما تترددوا تبلغوا عن أي انتهاك لحقوقكم، وما تترددوا تلجأوا للعلاج كبديل عن العقاب. الإدمان مش جرم، الإدمان هو اضطراب نفسي. خلونا ندعم وما نعاقب.